إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. بسم الله الرحمن الرحيم. دي روعة جديدة من روعات برج الأطباء. دي النموذج 100 متر. ده ريسبشن كده، قطعتين مستريح قوي. هنا البلكونة بتاعتنا، فيو كده. لو بصينا كده اقصى اليسار، فيو مفتوح معانا، بنشوف البحر بتاع ابو قير من على بعد اهوت موجود. كل الاماكن اللي تحت دي كلها مش تطلع اكتر من دورين او ثلاثة. فيو مفتوح قدام مننا، تهوية جيدة جدا، شمس ضاء، كل حاجة معمولة، نظام جميل جدا بفضل الله. تمام، عندنا الريسبشن اهوت. ايه، نكمل طرقة التوزيع اهيت. المطبخ بتاعنا اهوت امريكان، حاجة جميلة جدا. ده الغاز اهوت راكب، شقة كاملة، مية، نور، غاز، تليفونات موجودة، الفايبر تحت موجودة، بيتم دخولها الايام اللي جاية ان شاء الله في البرج لنهايته. ده المطبخ اهوت بتاعنا. دي الأوضة الأولانية، أوضة مساحتها 4.5 × 4. تمام، الشبابيك بتاعتنا كلها الموتال، حاجة جميلة جدا، تشطيب عالي جدا. دي الأوضة الأولانية. نيجي تاني، خش الأوضة التانية. دي الأوضة التانية برضه نفس المساحة. تمام، ده الحمام بتاعنا. البانيو بتاعنا اهوت. الغاز اهوت. دي مساحة 100 متر. شطابة زي ما احنا شايفين، تشطيب عالي جدا ان شاء الله. ادي التشطيب بتاعنا اهوت. المطبخ بتاعنا، بصينا كده نشوف إضاءة كويسة جدا موجودة في البلكونة، شمس، هواء، حاجة جميلة جدا.